الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الرابع عشر حديث كافر طبلات الذبح قول عبادة الوية وصرفه اللول لحياء ما الله صمي لغير الله عدان إلهي نشرك الوي قورع نف حولا لقورع يدو إلهي اللو قد واني وحلق قدون ايو واللقو وينين ايو وعباده سيد قورع لقورع وضحيادة حولا هدي قاحتك لقو قورع سيد أصوك العقيقة وحا وانقشا ينو نقان وحانا والدليل قول الله تعالى فصل لربك وانحر وصلاة دي قول عبال الحريرية لما دم إله وسمي باليري وحاو الدليل قوله تعالى قل إن الصلاة ونسك ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرت وأنا أول المسلمين وحترى صلاة دي ده صلاة ونسك النسك وقورع نولا الشي دي يقيري دي إلهي بأسكاله عدل وذاك تعالى مترتو قورع عمرك عبادة ده وشيددي سوايتهاي عدة درادي لو قورع ايو ان لغو وين ايو اما لغو دوادو هدي إلهي الله سمعيه وعبادة لله إلهي عدانا هدي الله سمعينا والشرك سيدا ان لو قورع اتشن يو لسكال لالوش ايو او لغا بقان ايو اما تشنك اللوغ قورعو يدو وحلقا قدون ايو لما كانوا قورعو ايو الدهب ايو حيكين ايو اما قف دنتيبا اللوغ قورعو يدو اللي سليها دادو قورعو ويدانو سيارة دي ساديق ويدان وحبو يديالي اما وحتر با لقا قدون ايابا وحاليه مركان الشيخي بالحوالاها وقالو ايا روب كنود ايا من نبدا انو هيلينا اما حولوها اي عانا بضان يالان ايان إنه شرك يا علماء واسكوا فقسين جورع نوع عاصية وحلم إذا جورع لو جورع أصنامته معبودات المشركين وحلم إذا جورع لو جورع وحن لو جورع يعني كو انتفاع عين هتنيا في كجيت كاسانو جورع أما قرحة ذا نو جورع يا مضيع حما حد جه سنوا الشرك وحكا كم إذا الذبح للقبور قورع حبالا لو قورع وفك حباشة كتيرا نيف كاما كو انتفاعي وهيلي بكو حمك عنايا جواب توامي هدام حالو قورع يا نيف انت لك حيو او برخلي اما ميالك لا انت لقى حباشة لو قد القليا وفك حباشة كتيرا لقوة ينينية وعلى قبقانايا ساقه وحلقة قدونية وقورع الشركة هاكاس اما قورع عان سيدا عهين النف كلو قورع ايو ان هلبكيس اللي يبيو اما ان هلبكيس اللي عنو اما مرتدى لو قورع ايو كاسي ساقو شركي ماها الدبح المباحة بالرادة وبناي عن عامر ابن واثلة قال وحر كنت وعنا عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاتاو علي وحوي من رجل فقال وحويني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمحوها يصر اليك mid kugu sireysto adiga uu ku sheega oo arinta ilaa imika shiicadu aaminsan yihiin in rasuulku cilmi aanu saxaabada kale u sheegin cali uu sheegay su'aasha samarka cali la weydii cilmiga nabigu adiga uu kugu qarsaday cid kale aanu sheegin waa maxay qaala faqadiba wa aroode cali oo ka aroode in la yiraahdo cilmi sir oo cid kale aanu rasuulku u sheegin baad iyo ku sheegay وقال وحر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قموها يصر إلي ميد يقصر يستشيئا شيء يكتمه الناس يعني أددك وكقريه الناس وي وعلمي أنه وصيقار يقول شيء قد ذلك لا يقول شيء ما تربوري غير أنه صيح شيء قد حدثني رسول كوحي شيء بكلمات أربعين كلمة دافرة سرنا ما يهين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ساو مغلي صحابك لو مغلين علي نوصي الشيخي قال وحوري علي فقال قال وحوري فقال وحوري عامر بن واثلة
ما هن وما هي كلمات كاس ورسولك وشيء يا أمير المؤمنين. قال وحر علي قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله إلهي ونعضلي ونحريستي سو إلهي كئري أما وهبار لعن الله إلهي هنعضلو وخبر أما الدعاء لبضى بوين وانكرته من مدى لا ينع عضل لعن نعضله والده والدك نعضله أبي هو يدي أوجي أيدي والد كوين على كربة نقدر نسوق له وقف قصي كل عيسان والدك نعضله لبض سيابات بتكون أن يسب والده مباشرة إن والدك يسوق تصب وعايو حمان هيركا وكجارو هي أن يتسبب في سب والده وحيدنا الله مدى والدك إن لعايو إنه صلب نقدر صحابه رسول كوه يكون وهل يسب الرجل والدي ورسول كلو مقف بقى لبدي سوالد عاية سيدا وكو عاية أبو رسول كشجوح يسب أبو الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه سيدا كو عاية وحويان نبو أبي عاية ده ترى مركزوكي كلنا وجوابي أبي عاية أبي العاية صاب نغضي وعيدا وسوتشي ده سجى صما دو توسو عايو يسو وابيه وعايا اما ونعضلان ديكا سيدرا نمبو هو يدي عايا كينا ويحوو جواب ايانو هو يدي عايو هو يدي عايدا يساقا وسو تشيدي صوما مركوا متسبب في اللعن وسب والدي حدي اوقف ابا عايا اما هو يدا عايو انا ابيه اما هو يدي عايدا اديك امي يكوبا نانت اللهوني وجزاو سيئة سيئة مثلها أنت يقول يدي بان كورة نية ما يا أبيهم يكو عاية ديا يا ما يا دم حدو عاية سامي هو يدي ما يكو عاية دي وما إساقا كو عاية سوماها دي الله بكال الدورو إساقو أنت كو يدي إنان كتير هذا دوقن بات تايبي كورة دوق أداء دوقنا كورة أما نعس بات تقول أداء نعس دي شاهل بات تايبي كورة أداء شاهل كورة وجزاء سيئة سيئة مثلها أمد إسك عفي وقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله لكن والد كيون إساقو حبان كو جيسا عاين إلهينا هورين دي إساق أبيه صوما هدي إساق هو يدي صوما إلهي ميان ورن ولا تزير وازرة وزرة أخرى سيدة بنا عايد وحن ويان وإنتهاي قفك مسلم كينا العرب كي صبرين ولعن الله إلهي ونعذر ما نعذر من ذبح قفك جورع لغير لا إله عدارين الجورع هذه فاعلك الله نعذر واحد دليل تفعل كيس حاري بل وياه كبير يدم بوين جورع إله عدارين لو جورع وحاران ولب الدم بوين وشركة لغير لا إله حاس وقل عد كستون إلهين ملاك تو جورع نبي ذا جورع شنك جورع إنس جورع كوا نول الجورع سوى كوا يلين يا محك الدنيا سبق الرضا يوحي الله مذا كوا دنتي الجورع لغير الله بسوى جل وحصنا ولعن الله إلهي ونعذر يا ما نعذر من أوى قفك صود ويستم حديثا مذ وحلا صود الري وحلا صود الري وحنا غن كراع وحدين تكل صود الري وبدعري مركانت بدع بدعوله هوست صوق شطه والدفاع ده وعد الرديدة تلاعظة بدعاده سواء من سيئي اما صمياء اما ضدك او شيئا كده جيسين تكدفاع ده نعدل بيكوسو تشيدس وما بنانا قف خلدا انا بخلد كدفاع ده وده قف بعد الكدو ده ايات نقونس بعد القف كدو ده ايات نقونس احداث كو حكالو نقضاء الاحداث في الدنيا وقف كان دبات أيو جيستيوت صالحان قف بود لي قروا كوي ما وحكروا نبان دلائي قري إن القري ساكو ما بنانا وإلا أسكر توصو شاكتام العدالة دهور جيسو حدات سيدا يالي ويدو فقد أويت محدثا واحد هويسي قف دبات مركا ليهم يباد هويسي وإن عدشها رسولك عليه الصلاة والسلام وشاكا أياكو قدعيس مركا الإحداث في الدين يا الاحداث في امور الناس لابد ويسوق للحديث
ولعن الله إلى أن عدل من غير قفك بدله منار الأرض على مضاح دولك قفك بدله وإيشاردي يحدود دي ددك ودحيسي صلاة الله بضب بيرود بدلستو محي نغانيسا إناد إيشار كي صديب الريحدو كاغناد هرو الريح ود كد ركتو أما الساس كي وكالا تشغوين كي على مدي قفك يدين دحيين تبدش وقول كي سياد وحكا قشو يدنو كبيرو إلا هرين تاسو حسابو نقريسا حق آن الله إناد قادتو أما هد كد ودو هد كمورانتو ظلمي قد نولك لغا قلانات بوادك دل يري دقيست وعن دين شيقيا أرينك لو كم إذا تغيير منار الأرض بدلست على مضاح دولك ودن كيننا آد وقو بضان انت بضان دل يرتو أي سبيعيان هل استيدنا عن الدرين سنين أرينتا سوا محاي وعلى مضاح ودوينك أما ودوينك عدا ديري سفر هذا مجالين كلوك على السفر يلا ما راح نقدر أنا كل مجال ده حدا نقدر على مدى الترافي قوي يكون قرنت هاي طالعان وضد سيدا لو مجلي كره سيدا سنبال لو مجلي كره تن سيدا لو ما ري كره سنبال لو ما ري كره توا لقى صور دار دعوني لو ما كره أما يكون قرنت هاي حوارها هاي تاين لو قصة عدم ركال كلا مري أما يكون قرنت التحذير دجنين dadka gawaadhida wada loo digayo la leeyahay waxa ka horeeya askari chief ama dooh ba ka horeeya meel gudan ama munaatif ba ka horeeya meel waxa weeyaan laabata jiira oo dadka wax loogu sheegayo calaamadaha maxaa loo sameeyay maslaxati naas dadka naftoodiina badgaliyo si loo ilaaliyo sooma waana gawaadhidu isugu dhicin gaarigaani aanu halis u gelin aanu god ugu dhicin ama aanu wadadii uga bixin intuu isagoo xoog u socdo meel laabo u galo wadadii ay laabato ma bannaana sharcan calaamadaha in la taabto arway mekeeg wadada 200 wax allaale wixii calaamad lagu sameeyay badankeedu waa la rigaax bal dadku isweydiin maxay ka faa'iideen way jajabinayaan way burburinayaan way goynayaan arga sabirihi oo taagan oo tabeelihi aan irshaadku ku qoraay hanuuninta iyo wax sheegistu laga jiray ama isagoo dildilaac sabu suray meesha kuwa laamida dheer ku yaalay ilaa barbare ka galaysan wadada cusub la sameeyay saaso kala way hada la yujus xadiidka uu soo galay culimadu la'ana allahu man ghayra manar al-ard wa calaamad dhulka lagu sameeyay oo li maslahati an-nas lagu sameeyay إن المركب بابيسا مرة بكم بنانا داد بابيسا ما أتشريسو أما أت جوستو أترى أنا هول جارك وقبصريه نعرف شخص كقول عيسى ورسولك عليه الصلاة والسلام شجع هبارك النبي كقول عيه أما إلهي بابك كنا عضلاي بابا رسول كائن وشجع وركنوا عاص وطلب هذا واحد مقرن سا سارق وفو حدا مقرن صادات قاتو توج السمي ولي بهداد قف قرا حد اللهيد ayaa dambi ahaan lahayd qof umad oo dhan xaday ka war calaamadan qof ba goonool umad oo dhan ba wadala sooma waajib ku qofka muslimka ay masalixda guud ee umada ka dhaxeysa wadooyinka noqoto iskuulada ha noqoto xafiisada dawladda ha noqoto waa in la ilaaliyo rasuulku kaleey salaatu wasalaam iimaanka muxuu ku daray imaatatu alada aan tariiq هدو غفك وددي إلى الوه بيكوسو شبكور بالريبه قو قويس أما هو حشيش كي ديغو أما هو وددي تشبيه عقف ومريه راريهم حايق قلي أما بس هو حويان على مديه ودوين كلوه سميه وبربريه هذا الدليل على ضعف إيماني تسمحي دليلته إنه إيمان كيسو ضعيف يا الدين تيسونا إليدته كدغن كنوع عاس هذا ليس قيل عليه بل يرتنا الله شيغو وآد ياد هلو قواني الحديث 15 حديث شريط بنات تعظيم القبور حباله إلا وينية من أعظم أسباب الوقوع في الشرك سببه هو وين الشرك قاين لقود عكيانا أي كمدين تعظيم القبور وحلوقات شيدا حباله إلا وينية سيخي لأفصن سيدي شريعة دو عيتي لها لقيا له
وينينت حبالها شريعة ايديدة وحكم ذا البناء على القبور حبالها إن لديسه والطابوت لقد دول ديسه أما مساجد لقد دول ديسه إن حبالها كر لو قاضه حباش إلا التوله أو عيد أما دقحان فربين لقد توله وإن لقد عليه وإن عيد دي لقد سوقضي والله يزاد عليه ابن النبي وإن أحبه لقد زيادة إن إباهي كنتم ويانا هدي دول كهال لقد قرانها إن marka waa lagu ziyaadin kara in dhulka laga garto xabaasha de taaka kor loo qaadi kara dhulka kale laga garto si aan loogu istaagin laakiin in la dhiso kaabada laga dul sameeyo ama waxaan taabuud ka yiraahdaan iyo waxyaabaan xabaala ka dul seen ama masaajid laga dul sameeyo waxa soo dhami ma banaana fi sharci maxaa loo diiday laana hada min dharaa'i shirki wa saayili ومالها ضدك الشرك وكسوه قلو يو الدوين كوسوه مرو سيدة بنا شرك بني آدم كنحدي سكد عاي وحوكب لها مي حبالة سيخل دن لويني وقوم النوح نمنكي وناك سنايا نحدي تشوك تشري مركا دنتين بو شيدان كددك ويمي جواش اها برقاسكوه نمنكا نمن في عمبها هين الله مقولي كراه حبالة هو دي نسا وطالوين كدول تاقا سيد عبادة يقول حسوستان قولوا سي قصد ديقاسي حبالة كل سنة قولوا دي كدن بيسي مركي علمي ويرادي يتشالي قوبتي ايو ايو امركا سيولي مياد قرنة سامح الله ديسي مايا وارو ابياشي وي عابدو تشيرينا عابدو شركة داد مغشال كاسو كبلاب حبال سي خلطان لولاد اقما يلو ويني ايو شركة كبلاب عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال واحدة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نزل واخردنا ملك الموت كمر وكسو الدقي نزل مركي لقسو الدقي برسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا كسو حاضرته سكرات الموت كسو حاضرته طفق وحو قد قال شرع عن وحو بلعب يطرحه انه صار خميسة مر اللي ليد له أو له يسقى الله على ودي وتشي سين صار وتشي جوز كصار حنون كأولي ألا إن لسه ألا إن للموت لسكرات ولا رسولك عليه الصلاة والسلام موتك عليس إياه يلب ليه فإذا اقتم بها مركو كنا في قبته مرد وتشي جوز كصاري كشفه وكفيده وكقاضي عن وتشي وتشي فقال وحر النبي عليه الصلاة والسلام وهو حال هو نبي كذلك حالة دو كسوغي حالة سكرات الموت سوغو كسوغن وعليس كأي نبك انت عليك وهيستو أيو رسولك واركني نوشاك تاسم حي دليل طاي أرن كان يسود رسولك عليه الصلاة والسلام أقوينا أرن كو حالة دو نوع عاصة وشاك يا أهمية دا أرن كان أولي هاي وحر لعنة الله إلهي نعدشي يسوع على اليهود بيهاتي يهود بيدو لهاتي والنصارى كريستان اتخذوا لأنهم اتخذوا محايا لي وحي كدكتين قبور أنبيائهم نبيادو ده حبالو ده مساجده كدكتين روايات كالي وصالحيهم يددكو ده وناك سناء حبالو ده مساجده كدكتين مساجد بي كدكتين معانا يضامح صدح معنا ويا لانسا ويكدلتو كدين صلاة دي لدون تينو صلاة دي ولا تشيست النبي قلنا إن صلاة دي قبورة لولا تشيست وديد لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها بولي حبالها كدل فريسانين صلاة دي ولا تشيستين واحك لو سوق لي إني مساجد دي كدل لسان أنت حبالة بدن باكويا العالم كإسلام ومساجد دي لقدل لسان وانا وحو النبي وكدقائي موار أمبو رسولك هذا اللي كانوا قتشد إنه نوغا ورما يهودي النصارى وحي السميين مايا وينودق يا رسولك ولهذا عايشة معاية تري يحذروا ومدي سويحوا النبي وقدق ما صنعوا وحايد السميين عنا هذينكم مسلمين تهداتين سيدة هيالنا وحبالها هي عبادة يسرد دوناننا حبالها هردسينا مساجدها كدر صميننا وما حي صبرت ورسولك عليه الصلاة والسلام أرنت نوع عاسية وديني يا قرني صبرت
ها ووضى الشرك وين كوادي قال كحبالا اسكعوا العولان ان لدسين عيدي ان لا سو قودن لو عليي ولي ما ركت عيدكم يا ريسان سو كدوافس اما اسكو ما صحي سو كبركيسرس اما بري سو وحويديسنس حبالها لا بريو دم هو كو نوعيه وكو لدسين سات لا دول سبي اما تابود وحويان لا دول دسي مركار انت الرسول عليه الصلاه والسلام سببته وديده واتاس ووسيلة من وسائل الشركوي وود الشرك شريعتنا قواعدها وحكم إذا سد الذرائع المفضية إلى المفاسد والدوين كدتك حمان قارسين يوردن إلا حراء ولا أوده وحال أيام اللي يدو النبي عليه الصلاة والسلام أسيدا يري إن ما أنت نوك إسلام كأيادو قبضان طاي حبالة لسان يا حبالة مساجد اللي قدل سبي وليما وذا ده حديث كان أخرنا يبعد لسايا markaas aan qoyn roohay isku oranayaan xabaalaha awliyada iyo saalihiintu kuma jiraan hadith ka bay ku cadde taqadu qubura anbiyaahi wa saalihiin yuhuud maxaa lagu nacdalay dadkoodi saalihiinta ha qubuurtooda masaajid ka dhigan sidaan markaa awliyada iyo saalihiintu soo galeen waa talabaade taqadu qubura anbiyaahi ayuuma afdal al anbiyaa wal rusul أم الأولياء والصالحون لماذا كذا فضل بذن الأنبياء والرسل هدي الأنبياء والرسل عدي قبورته ومساجد كدر الاستيلة نعضلي مولي قبري أما قف صالحة قبري كمساجد كدر اللسان على شاكبة بادي سوى الله يا مهار انتس الحديث السادس عشر حديث كاللي حيطمت الرقى غير الشرعية وكو سابسية هاي تفنين كا شريعة خلاف سن إيه والتمايم قرداسة إيه والتوالة مديدة ونوع سعر كم داي من الشرك يعني الشرك إنه كم ديهين ما الشرك إيه كم ديهين صدح راسبا والرقى وطفتانكو ده قيبو لي وهذه وقفك اللي قلت في القرآن أمد عوين إيه أذكار سواء مشروع ولا كذي ويسكت دوينتي قرآنك لو ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة نبي يقول عليه الصلاة والسلام حوري لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رقية دي تفست يا غفك محل واخر يقول قطفا دنبي ماها ما رد الشرك كما رد لكن رقية دي قوار ما شرك النقار إيسا وعلى شرك النقار إيسا دو قفك واعتقاده إن وحن الأخرية يا لفهان تيسوحو وطريو أو نفعي قول لما دح بناي يعني الدعاء دو نفعي لما دح بناي وشركة تاس وإن ده من تحت القرآن قفك القطة فهي الدعاء دانيو إن السبب ويهين إكا وحشافية يا ويهي الله سبحانه وتعالى وحكا لي الشرك إن قرن يسار رقيادو إذا كان فيها الدعاء غير الله هدي عدان إله إن قفك الله بريه وعتري شيلان يوقف كان شافي شيخ يوسف كانون او حنون كد القاب والرقية الشركية دي وهي محاكو تشرا دعاء غير الله بريا الهي عدان هاي ادبر يساكو تشرا اما تشمبا قفك الله بريا مركا سالقو طفيا وحا كلان لغو قلين الرقية المجهولة وحا نقفك لغو اخرية دالة قرانيبا حبوكو واخرية معني سبقرميبا بتشمبو كوبر يا ما يلاقي كوبر يا ما تاسينا ما بنانا وده وده الشركة بين غنكرتها التمائم وكل ما علق لطلب النفع وحكى استقال لسكح راء أما الله يشاء الله السماء يستق يدو النفع اللي جور هذه نيو هي التميم الله هذا هنقضى برارك هنقضى هرك هنقضى الدن هنقضى الذهب في الضوء نحاس نقضى الليلوين كان بدو اي صوت فطار نقضى اي شيء حبال الله يسكو حريه مالا سمايستي والتميمة كانت تمايم تقدمي موضى شركي با مايا هدي ورقات قرآن لقو قراء اما الدعاء صحة اما اذكار يدو ده شركي ماها لكن ما بنانتم السماء بنانون بعلمات يسكو خلافين لكن شركي ماها
waxay shirki noqonaysaa haddii waxa ku qoran qardhaasta uu shirki yahay oo ilaahay cid aan ahayn baryo la baryaya baa lagu qoray, magacyo jin la baryaya lagu qoray. In badan ma arka qardhaasa waxaa isku qorayn, amaba se qofku wuxuu aaminsan yahay qardhaastan lafteedu inay balaayada ka celinayso sida ishiiyo waxaa la midka, ama dhibaatada haysta inay ka dulqaadayso sida xanuunka. Waa shirki labada xaaladoodba. التولى بكسر التاء بالضم التاء بقريه التولى بكسر التاء وي تولده ونوع من انواع السحر وي هو سحر كمديدة وي قانان صومالي وقوى سحر كقف قف القوش على سيني قبل بان ندي ديسا قور بو كدوني وداد بو تقعون يا شيخ اي مديدة اي مديدة معنى ضمح waa ay sixir gabadhi ninka diidanayd un baa looga taageeli waaye isagu bay daba dhiganaysa daba dhereerinaysa, ama nin baa gabadh diidaya markaasaa lagu tolayaayo waa loo sixraya. Xataa xoolahay ku samayn jiray wadaadada qaarkood hal baa neefkeedii diidaysa inuu jiqo, markaasaa hashii baa lama diidaynaya macnaa waa la sixrayaa. Hebeed un bay noqonaysaa neefkii bay ogolaanaysa, taasina waa nooc shirkiga ka mid a. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحر سمعته عن بغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السؤال إن الرقى رقية جاهلية يو التمائم قرناصي جاهلية يو التولة مديدة ونوع سيرة كم ذا شرك وي مالك الرقية ورد من الشرك ما التميم ورد من الشرك ما قرينة الحال با فصيرة يسوء والرقية الجاهلية با الوجه ده ووحي يقوى يسكت في الشرين يقوى أميسن إن يد اللفت وده واحترى يسوء أما هذا لا شرك يا كوتشرين تميمدن هو اساسه كره. الحديث هو السابع عشر حديثك تضبي الطبنات ذم الغلو تلحتقي دلعين تل دلعين في الصالحين ددك وناكسن لو تلحتقو وحدكود لا دافيه يو انه غلو قاس من اسباب الوقوع في الشرك سببها الشرك لو دعينو كميدي سيدهبا الغلو حاران. إلهي سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. غلو هو شيء واحد كي صلاة دافية مخلوق ورد من حدود بولي النبي عن نقضه أو صالح عن نقضه هذه هذا حد كي صلاة دافية صد عقيدة عن كل دافية صد أما قولها أما عملها واحد بنان ما هتاس بل عر أنت مخلوق إن لو قلت لحتى واحد كي صلاة دافية إن شركي مركز دنبال لغو دعوه أي صاب نغطة سيادة بينا الشركي وهالو كبلا مهالكا سيه قوم نوح بشير وكبلا مسوما انتي كور رئيسي دادكو طبان قرنيو دحيين نوح إيو آدم كانوا على التوحيد شركي موتشرين شركي قاسي نوح وكبلا مي الغلو في الصالحين رجي وناكسناي قوم نوح كميدها oo lagu talax tagay oo xuduuddii lagaga gudbay halkaasuu ka bilaabay guluwiga. Marka waxaa ka mid a iyo talax taga alguluwu fi lmadxi, ammaantii inaad xadka dhaafiso. Haddaad sheekh ku ammaanto ka waran qeyb ku og iyo waxa maqan qeybka yaa og allah. Rusushii ambiyadu maxay ku ogaadaan waxaan weli dhicin bilwaxyi sooma. Mar haddii dee loo waxyoodana shaygu qaybnimadii mutlaqa ahayd uu ka baxay. Cid kale miy ogtay maya caalimu lqaybi falaa yudhiru calaa qaybi axada ilaa man irtadaa min rasuul iyo qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi lqayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun. Markaa qofkaa tidhi qaybkii waxa maqan buu ogiy damiirkii qalbiguu daalacdaa dee guluwi baad ku samaysay sooma. Waana waxyaabaha sababa dee marka dambe in isaga la baryo ama la magan galo ama wax loo gowraco. An cumara radia allahu canhu yaquulu wuxuu lahaa cala lmimbar mimberka dushiisa wuxuu ka lahaa samictu waxaan maqlay, wuu ku khudbaday arrintan cumar, samictu waxaan maqlay annabiya sal allahu alayh wasalam yaquul isagoo leh laa tutruunii ammaantaydaa ku talax tegina waalitraa waa mujaawazatu lxad fi lmadx mujaawazatu lxad fi lmadx waa in ammaanta xadkeedii la dhaafiyo oo qofka lagu ammaano sifaad aanu lahayn oo been lagu ammaano sida in la yidhaahdo nebigu qeyb ku ogaa
يدون لو وحيون أما وحتر يوحي الله بوهي أما الدنيا آخرة بيساق الله نبو أما الدنيا بيساق كنت تسرفي كيرو مركو دونو الروب كيني كيري مركو دونو أبار قف كو دونو شافي كيري كو دونو حنو كوري كيري كو دونو فقير بو كدقي كيري كو دونو غني إيه هدو بو كدقي كيري وأمان مركا بين النبي عليه الصلاة والسلام صفات كي وناكسناء الله هو لغو أماني كرا رسولك أسادق المستوق بها صوما رسولك وحو أحسن الناس أخلاق سيد صحابة دولة هاي كدت كو أخلاق وناكسن وحوران كرا النبي وحوها كريم جوادة من ديخ سيبوها شجاع قيس سيبوها بالوران كرا وأمان صحتها أمان تلدينا يواتي وقت بردها يكو قرن ابن طاع وليه هاي ان من علمك يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك كي خلقي جاءو شرف بدنايو ميل كرو انكو تارتو وان مغان غلا ما جيرتو اديغا مو يعني حتى اله هو الا بس ماركس ماركي ديباتوينكا وين دعان إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم واحد كده يقضي واحد كم ده نبي محمد الدنيا ده يد انجلي ده آخرة نبي محمد ما كده يقضي بكله إلهنا وحي ولله ما في السماوات والأرض بإلهنا لي وورك برداهن وقالنا مسورك إله واحد كلو لي هاي واحد اللوح المحفوظ ككو قراني قدام عغيبك وكتشرا وإن كم إذا علمي قاقة وابكبل لاري أنت اللوح المحفوظ كقرن يعني وحو البواد وقتها تاسوا سفدي إلهي والله بكل شيء عليم مركوا غلوي هي الشرك كما أطرت إلى كريستان سيدو قطر احتقين أما أنت ابن مريم والنبي الله عيسى ودوا إله بيدان صمع أما وإن كي إله بيدان فإنما أنا عبده أنا وحنا إلهي أدون كيسي فقول واحد تلادان أدادي أمان إسان محمد أما هو رسولك عبد الله يدون كي إلهي ورسوله رسول كيسي وي انت عده ومحال أبدا لو كلمي رسولك محمد أبدا لو كلمي في حقه بين العبودية والرسالة وصف نفسه بالعبودية لنفي الغلو فيه سيان لو قلت لحتقين وصفات كي إلهي أن لوصين إيه حق إله عبادتها أيه أشياء إنه أدون إلهي يحي فهو عبد فلا يعبد وأدون أدون لما عابده السقابة الله عابده صمع رسول لماذا أنا وحي سقو صفاتي لنفي التقصير والتفريط سيان حقي صلى الله عليه وسلم ودي أن لو بين رسول لماذا سيور كيس وأن لو خلاف فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب بل يصدق ويطاع والرسول لم يبينني بل هو حواجب بين الرماية يعني لا أضيع أي واجب مركا رسولك ويحودي إذا ما أنت سين لقلت لح طاقة وحكا دلاني هبلغ قرار يبا رسولك أكتس وحكي لهدين وفينا النبي يعلم ما في غد وحنا نحجوك النبي وقو حبريني عدوانا النبي عليه الصلاة والسلام وروي أمانا يعني اسكد دعي حويري دعي هذا بولي اسكد دعوحا لا يعلم الغيب إلا الله صفان اللهين الله أمانه والدين الحديث الثامن عشر حديث سديد طبنات الخوف والرجاء من الإيمان بقى إلهي لقبقه عذاب كيسي عرديس يرجد للرجاء إلهي الدم داف كيسي النعيم كيسي من الإيمان وعباداتك قلبك أي كمدين هذه قفك قلبك سخوف كده ما أظن بقى إلهي وكبقى يا مؤمن ما هذه الرجاء كده ما أظن مؤمن ما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحوقل على شاب نندل يراه وهو في الموت سقو سكرات الموت كتيرا فقال وحوقل كيف تجدك حد ريمس سيداتاي قال وحوقل أرجو الله إلهي بان رجك قبا يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي دنبيا إذا نوان كبقيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحوقل لا يجتمعان كما كلمان خوف كي الرجاء في قلب عبد الدون قلبك في مثل هذا الموطن هل كانوا كلا على مركز دو
الدنيا كتشيستي واخره وصعده سكرات الموت كتشيرو إلا هذا كل ما أعطاه الله إلا يوحو سيادون كما يرجو منه وإلا يكرر تشينيه وآمن وحكبت باديا مما يخاف وحكبقيه مركاوا من الإيمان وانا عباده مرهدي إلهي سبحانه وتعالى وحلقه إلهيه مركال والله بدأ بالي قف كمسلم كاهي وكدوله الخوف والرجاء مرحقا وإيقيا وعارك يا إلهي عرديس يا عذاب كنس ودري يا هاليست الدنبية كدالتها تاسي بقي قلبي سجلينيس حقا وإيقيا عارك يا رحمة إلهي بلانيدين يا قف كالتوبات كان إلهي ودن بدافه كاسو رحمة إلهي رجيني كادون كوين ولا بدأ ودحيه خوف كوحو كعلين يا الدنبية وحانو صابقو نقونا يا هدو الدنبابو إنو دخصو توبات كام رجدونا وحي الدواء وقال نقونا ساقوصة شده إنو إلهي الرحمة دي ساقوصته وحانا يكون يرقى لنا ساعماشة صالحة إيو وحا لدونا يالا رجينا يو إلهي سبحانه وتعالى لقاقا هلو حديث كان ترمذي ابن ماجي باوريي والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحانو السؤال شيخ كلاي دي فتوان دو نيس ما ألف فتوى على يدين سنين شيخ ما ألف فتوى سنين شيخ أكيان أرضي روصة ميزة صباح